مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ديتوكس. النهارده 30 رمضان. اولا كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه عايز اتكلم معاكم الاول كده عن شكل بيحصل بقاله سنين في يوم الوقفه ده. اولا يعني انا كنت بفكر في الموضوع بطريقه اللي هو الموضوع اصلا العقل بيرفضه، لو قعدت تفكر فيه شويه العقل هيرفضه. الكباريهات والمحلات بتاعت السهر، المحلات دي بتيجي يوم 29 وبتبدا تتوضب وتتجهز عشان خاطر الناس اللي هتقضي وقفه العيد. الحلقه دي احنا بنتكلم فيها عشان خاطر الشخص المتعافي من مرض الادمان. ممكن هو لو سمعني دلوقتي فاهم يعني ايه يوم الوقفة. اليوم ده بيبقى يوم خطر جدا بالنسبة له. ممكن قبل يوم الوقفة ده بيحس باكتئاب ما يعرفش من ايه. في جرس بيضرب في دماغه ان اليوم ده هو كان بيعمل فيها حفلة كبيرة قوي، يقعد يشرب لغاية ما يقع لوحده أو ينام. مواقف عالية الخطورة. أيام العيد ممكن في الأيام اللي بيبقى فيها حزن. حاجات كتير قوي هنفهمها النهاردة في الحلقة ديت مع ضيوفنا اللي موجودين معايا. معايا أستاذ أحمد كمال محمد، مدرب التنمية البشرية والمدير العلاجي لمستشفى الطريق. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن، بجد أنا مبسوط جدا في استضافتك ليا في البرنامج، تحديدا الهادف اللي هو ديتوكس أو اللي هو بيوعي المدمن أو المدمن المتعافي كمان بشكل أوضح. وبعدين النهارده أنت بتكلمنا عن حاجة مهمة جدا اللي هي مواقف عالية الخطورة. يعني المواقف عالية الخطورة يعني مش على صعيد المدمن النشط اللي بيضرب بس، لا يمكن المدمن النشط اللي بيضرب هو بيبقى مرتب الحفلة وقبل العيد أو قبل المناسبات اللي هي الكبيرة بيحاول ان هو يرتب يعني ايه هيعمل ايه في اليوم ده. انما بالنسبة للمدمن المتعافي عنده اختزال كده في عقله، الميموري بتاع دماغه بيستحضر الايام اللي هي المناسبات والحاجات دي، وكمان يمكن بالاكتر ان هو ما بيتحط تحت ضغط كبير من حزن، من اكتئاب، من ضغط نفسي، من اي الام بيتعرض ليها، فبيضطر ان هو يعني يلجا لايه؟ اول حاجه الذاكره اللي جوه الميموري جوه مخه بيستحضر ان انا السيناريو بتاع الضرب، ما بيستعرضش اي حاجه تانيه. وبعدين بقى في مواقف كبيره، يعني المواقف الكبيرة وفي مواقف صغيرة اللي هي المواقف الخطرة. فيعني معانا بقى الأستاذ محمد عادل اللي هيوضح لنا حتة المواقف الخطرة دي. ومعانا كمان الأستاذ محمد عادل نائب مدير العلاقات العامة لمستشفى الطريق. أهلا بيك يا محمد، عامل إيه؟ طبعا أستاذ أحمد كمال اتكلم في المواقف بتعرفها بشرحها بشكل مبسط جدا وجميل. هو بس في حتة الظروف المحيطة بالمدمن، هي ظروف كبرى بنقسمها لظروف كبرى وظروف صغرى. هي الظروف الكبرى هما الاثنين مواقف عالية الخطورة، بس احنا بنسمي دي ظروف كبرى لان هي مرتبطة معايا بافكار مباشرة على طول صريحة، افكار ضرب اللي هي زي وفاة شخص عزيز عليا، طلاق، ترك وظيفة، تغيرات مزاجية سريعة جدا وافكار ضرب صريحة. المواقف الصغرى عندنا بتتقسم لأعياد، مناسبات، أفراح، يعني الخطوبة، الكلام ده كله. هنتكلم بشكل أخص على الأعياد واليوم الوقفة اللي هو الحفلة بتاعت النهاردة.
الوقفه كانت بالنسبه لنا في الاول كاطفال مثلا، العيد، اللبس، لبس العيد الجديد، تجمع العيله، الكلام ده كله، صلاه العيد، حاجات مرتبطه باليوم. بقى عندي ليها اعتياد كطفل مثلا، جيت يوم في العيد ما جبتلوش الكلام ده كله، هيحصل له تغيرات مزاجيه، هتلاقيه متضايق، هتلاقيه عنده افكار دايما، هو ليه العيد ده مش زي العيد اللي قبله، ليه ما رحناش للعيله، ليه ما اتجمعناش. ده جانب نفسي طبيعي جدا اللي هو الاعتياد. المدمن عنده شكل تاني خالص، عنده العيد ده حفلة الضرب زي ما حضرتك قلت. يوم بنزل للديلر فيه بعد الفطار، اللي هو بعد آخر يوم صيام، هو طبعا بيبقى صاحي أصلا على الفطار، ينزل للديلر يجيب المخدرات بتاعته، يتجمع مع أصحابه، حفلة الضرب تحصل. كل ده بيأثر على المدمن المتعافي بعد كده، الحاجات دي اتسجلت نمط معين في المخ. هيجي اليوم المدمن المتعافي يواجهه وهو مبطل شكل جديد لليوم، هيبدا المخ يدي اوردرات، فين نزلت الديلر، فين الصحاب واللمه والارتباط الشرطي باليوم ده بالمخدرات. في المخ بيدي اوردرات كتير جدا تولد لي افكار. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في افكار مسيطره بدات تيجي مع فلاشات الضرب. تمام، عايز بس ابين لك مدى خطوره اليوم ده عليه، افكار وفلاشات، بدا يحصل تغيرات مزاجيه لان مفيش استجابه للكلام ده، المخ بيديني اوردرات انا ما بستجبش ليها، فبالتالي بيحصل لي تغيرات مزاجيه سلبيه جدا. وده الاستاذ احمد كمان اتكلم فيها، ان هي تاثيرها 35% من مواقف الخطوره على المدمن. بدات تاثر عليا اكتر بعد كده عند المدمن حته الاعتماديه، ان اليوم ده انا ما بفرحش غير بالمخدر، دي المشكله الاكبر. ان انا ما بقاش سعيد غير بالمخدر، فاعتماديتي عليه عشان اوصل للسعاده دي لازم مخدرات في يوم. فاحنا اتكلمنا في افكار مسيطره، فلاشات ضرب، احاسيس ومشاعر سلبيه وتغيرات مزاجيه، اعتماديه على المخدر للوصول للسعاده. مفيش اخطر من كل ده على المدمن. ده مش موجود، بحس ان انا في صحراء عذاب. طبعا كل ده مسيطر عليا ومحيط بيا. لو عملت اي يعني الاستاذ احمد كمال، لو انا حبيت اعمل استبدال للشخص المتعافي من يعني استبدال للوقفه، لشكل يوم الوقفه، لشكل الاعياد بتاعه، شكل ايجابي يعني، الشكل اللي هو المفروض يعني اللي انا ابدل الشكل اللي هو عاش فيه فتره طويله بشكل تاني، ايه الخطوات اللي انا ممكن امشي عليها مع شخص عشان خاطر اوصله اللي هو يبقى اللي في الميموري بتاع دماغه حاجة تانية غير اللي هو اعتاد عليه؟ فعلا هو يعني المدمن حتى المتعافي بيبقى في حاجات كده، زي ما اتكلم استاذ محمد عادل، ان في الاعتمادية على ان هو يفرح او يتبسط او يقضي يوم كويس، فكل تفكيره ما بيحصلش حتة الفرحة دي او حتة النشوة او المود بيتعدل او المزاج بيبقى كويس غير من خلال مخدرات او اعتماديته على الشكل اللي كان هو معتاد عليه قبل كده كتير. يمكن بحكم شغلي واحتكاكي بالمدمن المتعافي، فيعني بنخلق نمط جديد او افنتات جديده كده، او نحط خطوط عريضه لليوم نفسه، اللي هو حتى واحد لازم يبقى عشان يبقى تفكير ايجابي فلازم يبقى موجود مثلا في المجتمع العلاجي، يتعلم مهارات جديده، يبقى الصحبه اللي هي محيطه بيه صحبه المتعافين بيخلقوا جو من المتعه، سواء برحله، سواء بينظموا يوم رياضي، بيعملوا دوره ايا كان، ان شاء الله حتى بيتلعبوا مع بعض استيميشن بيلعبوا مع بعض بلياردو، بيعملوا بوله، مش عارف تنس طاوله. المهم ان هم يعني بينقلوا يعني القضيب اللي كان على طول ماشي عليه المدمن ده، نغير بس القضيب ده لاتجاه ايجابي تاني خالص، اللي هو يحط لنفسه
مهارات جديدة، مناطق إبداعية جديدة، بيتعلم حاجات طرق جديدة لأن هو يتعايش مع الحياة بدون تعاطي مخدرات بشكل إيجابي. يمكن مهم جدا إن هو يبقى في تواصل بينه وبين المجموعة اللي هو مبطل بيها، يرتبوا نفسهم هيعملوا إيه. لازم يبقى في حتة العلاقة مع ربنا تزيد شوية. لازم يبقى فيه باستمرار دعاء لان اليوم يبقى ايجابي، يبقى الافكار ايجابيه ما تبقاش سلبيه. يعني المهم جدا ان الانسان، لان زي ما بيقولوا كده الانسان عموما والشخصيه الادمانيه بالاكتر كائن مائل للتعود، فبحكم ان هو تعود على نمط معين فتره كبيره من الزمن، فتره الضرب دي او فتره تعاطي المخدرات، فلازم يتعود على ايه؟ بما ان اللي هو بني ادم مائل للتعود او كائن مائل للتعود، يتعود على انماط ايجابيه جديده هيستمر فيها وهينجح وهيطور من نفسه وطور من ادائه. لان بما ان اللي هو يعني اعتمادي، فممكن تبقى اعتماديته على اشياء ايجابيه يعني. تمام. طيب في حاجه انا عايز اتناقش معاكم فيها بجد، ودي هتخص الشخص اللي لسه، او انا شايف ان الوقفة او يوم زي دوت تبقى عاملة زي بوابة دخول وخروج. الاسر في البيت مثلا، لما يبقى عنده شاب مثلا عنده 15 16 سنة وانا نازل من البيت رايح احتفل بالوقفة، فالاب بيديله فلوس عشان ينزل يخرج مع اصحابه يوم الوقفة، فبيديله فلوس بزيادة. هو مش متوقع ان ابنه ممكن يقابل واحد يقول له اشرب سيجاره او خد حبايه، ده النهارده الوقفه يلا احتفل. في ناس بتعدي معاهم الوقفه كده انه بيشرب مره وخلاص او بيشرب كل وقفه، وفي ناس بيعجبهم الموضوع وبيبقى الباب بجد اللي هو الباب اللي بيوديه على الجحيم. عايز اتناقش معاكم في الموضوع دوت، ازاي النهارده اخلي الاسره دي تعمل جو ليوم الوقفه ده او الايام الاحتفالات مع اولادهم ومع يعني الاسره كلها في البيت. طبعا الوقت الحالي اللي احنا فيه ده هو ده انسب وقت ابدا اقرب من ابني فيه. كل اب بقى وكل ام يقربوا من ابنهم او بنتهم، يبداوا يعملوا معاه علاقه كويسه في الظروف اللي احنا فيها دي. يعني كده كده قاعد عندك في البيت، ما بعدش عنك، مش هينزل العيد ده، في حظر. يعني جت الكورونا خير ليهم المره. الحمد لله. الحمد لله. مش أول هينزل مرة الحمد لله على كورونا. ده لو ما كانوش متجمعين بيضربوا دلوقتي في حته يعني. هيقرب منه، يعرف هو بيفرح ازاي، ايه اللي بيفرحه، يحاول يشاركه فرحته دي. على فكره برضو الاهل لما يبداوا يعرفوا هو بيفرح ازاي وايه اللي بيفرحه، هيبدأوا يكسروا اعتماديته على الحاجات التانية، مش هيلجأ لحد تاني. هو هيستمتع في وسطيهم. هو هيحس باستمتاع أصلا جوه بيته. هو مجربوش قبل كده. فكرة إن هو يخرج بره البيت ده، هو مش حاسس بالاستمتاع جوه البيت بتاعه. أكيد. فهيبدأوا يعرفوا إيه، طب إيه اللي بيزعله؟ التغيرات المزاجية بتاعته عاملة إزاي؟ طب هو اتضايق لما مثلا عملنا كذا، فرحان لما عملنا كذا، هيبدأوا يقربوا منه أكتر. يبدا يلجا ليهم هم وما يلجاش لصاحب سوق مثلا، ولا ما يلجاش المخدرات في وقت فرحه الشديد او زعله الشديد، هيبدا يلجا لهم هم. فهيبقى فتحنا وكسرنا ابواب كتير كانت مقفوله في الفتره دي، فتره العيد وفتره الوقفه. تمام. طب انا عايز اتكلم بشكل الاب مثلا معاك استاذ احمد. طب انا استاذ محمد بيقول لي دلوقتي اقرب لعيالي وبتاع، طب انا مطحون اصلا عشان اجيب لهم هدوم العيد، انا مفروم عشان خاطر اخليهم هم سعداء، بس يعني ممكن ما يكونش عندي وقت، ممكن ابقى اجي تعبان عايز انام اليوم ده، انا مش في دماغي ان انا ابني ممكن يشرب مخدرات اصلا. الاسره نفسها دخلت في مفرمه بتاعه الحياه نفسها فعلا، فالتركيز بتاعهم راح في تعليم، راح في صحه، رايح في لبس وهدوم وطلبات ومطلوب من الشخص كذا ومطلوب من الست اللي هي توضب البيت كله. فازاي النهارده اخلي الناس دي تركز مع ولد زي دوت حتى اللي هو يعيش معاهم؟ يعني انا مثلا
انا عايز من شكل تاني ان الشخص ده يبقى فاهم باباه بيعمل ايه، يساعد مامته حتى في البيت، اللي هو يخش حتى في المشاكل بتاعته، مش في اللي هم يبقى الناس دي عشان خاطر يجيبوا له الدنيا على طبق من فضه او من ذهب. هو انا بس يعني ايه يعني هتجاوز حته كده صغيره وهرجع لها. لا تجاوز تجاوز براحتك، احنا هنا جايين نتجاوز نتكلم فيها. مش عارف بيستحضرني كده اللي هو يعني ايه زي ما بقول عسى ان تقراوا شيئا وهو خير لكم. النهارده بقى موضوع كورونا يعني على قد من الناس ان هو شايفاه ان هي شكل حاجه سلبيه جدا وحاجه مخوفه الناس كلها، بس انا شايفها من زاويه تانية ان يمكن اول مره الاسره تقرب من بعضها، يمكن اول مره الاسره تحاول تتعايش مع بعض وتركز مع بعض شويه. يعني بحكم ان انا مثلا هتكلم بصيغه ان انا حتى اب، فانا النهارده لازم ابقى عندي حته المتابعه لابني قوي، حته الاحتواء لابني قوي، حته ان انا اركز مع تصرفاته اكتر. مفيش مشكله ان انا زي ما يعني الناس دايما خايفه من الفضيحه ان ابني بيضرب مخدرات، طب ليه ما بتلجاش للحل ان انت مثلا تراقب سلوك ابنك، تراقب سلوك اخوك الصغير، ما بتحاولش ان انت ليه مثلا تشوف التغيرات اللي بتحصل فيه بما ان انت قاعد معاه بقى الايام دي وبتراقبه وبتبص له شويه او بتركز معاه، خده مره وحلله. يعني ما فيهاش حاجه او ما فيهاش عيب ان انا ادور على مش ادور على المشكله، انا ادور على الحلول فين، اشوف ابني بيمشي مع مين، حتى اشوف ابني بيصاحب مين. ما هي اصلا المخدرات بتيجي من زاويه اجرب، فالتجربه بتيجي من اكيد من صديق، فأو واحد معاه في المدرسة أو واحد معاه في نادي أو واحد معاه في أي حتة زي وزي كورونا. أنا عندي كورونا فأنت جيت معايا أنا خدت بالظبط. العدوى تنتش. فالمشكلة أن أنا راقب الأمور. مهم جدا أن أنا راقب يعني ابني، أخلي بالي من تصرفاته بيعمل إيه، هو شكله جاي لي إزاي، او هو بيتكلم بأني صيغه، او سلوكه ازاي اتغير. حته اكيد اللي هي بتبدا يعني ايه مخدرات، يعني سلوكيات الطفل او سلوكيات الولد او سلوكيات المراهق بقت بتتغير، بتبان جدا في تعاملاته، بيبان جدا في ردود افعاله مع ابوه مع اخواته مع والدته. يعني الامور بتبقى باينه شويه، او زي ما انت اتكلمت مش طبيعي ان انت لما بتقول الاب ملهي في شغله وفي المطحنه بتاعه الحياه دي، بس النهارده بقينا يعني ايه زي ما يكون ربنا قسم الموضوع ده كده او عمل موضوع كورونا ده عشان الناس تحاول تقرب من البيت او تقعد مع عيالها فتره اطول من اللي كانت موجوده الاول. ممكن كان الاب بيقعد بالثلاث اربع ايام ما بيشوفش ابنه بحكم شغل بحكم مطحنة الحياة، لا إنما النهاردة بقى مفروض عليه إنه هو يتواجد في وسط الأسرة، يتواجد في وسط ولاده، يشوفهم بيتصرفوا إزاي، يشوف سلوكياتهم إيه. مهم قوي إن قبل ما الفاجعة تبقى خطر وتبقى دخلنا في حتة كبيرة ويعني المخدرات شيء بشع، يعني لإما موت لإما سجن لإما مصحة نفسية، مفيش حلول غير كده، دي الحلول الموجودة حاليا. والله أنا في يعني محمد أنت عارف أنا بحبك قوي يعني، وأنا أكتر يعني حد عزيز عليا جدا، بشوف حتى في تصرفاتك في الشغل أو شوية التزام او بحس ساعات ليه خوف على الشكل بتاع السيستم العلاجي. حتى لما النهارده جيت معايا في البرنامج او جاي انت محضر كويس انت عايز تقول ايه، عايز توصل
في يعني في الحلقه اللي انت توصل حاجه معينه. انا عايز اعرف يعني، انا عايزك تقول لي كلمه او كلمه الخمس كلمات مثلا نوصلهم للناس اللي بيشوفونا دلوقتي عن موضوع اليوم، يوم الوقفه او موضوع الادمان. واحنا هنوصل لكذا حد، هنوصل للي لسه ما جربش، هنقول له ما تجربش، لان زي ما الاستاذ احمد قال هو نهايته موت يا سجون يا مصحات. ممكن تكون التجربه دي هي نهايتك، ملوش ميعاد محدد. تمام. المدمن النشط هو ده وقت القرار، لازم تاخد قرار دلوقتي. انت شايف كل اللي حواليك، انت شفت النهايات حواليك اكيد. لازم تاخد قرار دلوقتي. المدمن المتعافي انت بطل في وسط كل اللي انت فيه، كل اللي حواليك انت بطل، كمل طريقك لسه هتوصل وفي نجاحات كتير قوي هتقدر تحققها. كل اب وام قربوا من ولادكم، اكسروا اعتماديتهم على مخدرات، على صاحب، على اي حد، خليهم دايما يلجأوا لكم، يلجأوا لربنا الاول وبعدين يلجأوا لكم. بس استاذ احمد، كلمه برضو للناس موضوع الادمان، يعني هي انا عايز اقول كلمه واحده مختصره بس كده، يعني بتفتح المجال ان انت ما تجربش. حاول ان انت تبص زي ما بيقولوا كده، خليك انسان ذكي وبص على المخاطر اللي سببتها المخدرات لناس، اكيد جارك، اكيد حد في شارعك، اكيد حد شفته. شوف المخدرات وصلته لايه، او النتيجه بتاعت المخدرات ايه، هتعرف ان الموضوع صعب، هتعرف ان الموضوع خطر جدا، هتعرف ان انت رايح في دمار يعني. فكون ان انت تحاول الفضول ياخدك ان انت تجرب، عايز اقول لك ارجوك ما تجربش، ارجوك ما تجربش. شكرا استاذ احمد. انا عايز اقول للناس بقى بجد هو الوقت بتاع الحلقه طبعا خلص، بس انا عايز اقول لكم في حاجات كتير قوي في الحياه تستاهل ان انت تموت عشانها، بس الحاجات دي ما فيهاش المخدرات. ربنا يستاهل ان انت تديله وقت كبير قوي في حياتك، هو اللي خلقك. شغلك وعملك ده يستاهل اللي انت بتكبر وبتديك حاجات كتير قوي في حياتك ونجاحات بتحصل في شغلك، زوجتك، اولادك، الناس دي كلها تستاهل، بس المخدرات ما تستاهلش اللي انت تضيع حياتك عشانها. شكرا، واراكم السبت القادم في ديتوكس.